تحية طيبة عطر الجميع. اليوم جينا نهضر فوت على موقع لي سيرفيس الخدمات فيتافولو. بغيت نشارك معكم التجربة ديالي خلال الاشتغال على هذا الموقع أكثر من 6 شهور وأنا خدام به. فاليوم بغيت نتقاسم معكم التجربة، واخا أنا نهضر على التجربة ديالي بحكم أنها تجربة عملية ماشي غير سامع ولا شفت الفيديو. لا، انا قلت لكم راه استعملت الموقع وشحنت معاهم الراس اكثر من مره و تيست بزاف ديال لي سيرفيس. المهم باش ما نطولش نبدا بوجهه نظري في الموقع. هذا الموقع هذا صراحه وبكل صدق وعن تجربه موقع ذو المستوى. علاش؟ لاسباب عديده منها ان السيبور عندهم دعم دون المستوى. فالدعم ملي كيوقع شي مشكل كدي طيلو المشكل، كتشرح له طبيعة المشكل، المفروض انه يتفهم وتكون استجابة. فكتشوف ان الدعم كتهضر معاه بلغة راقية، اللغة العربية سليمة، كتشرح له المشكل كما كنقولوا بالدارجة بخشيبات، كتبسط له كل شيء. فاذا بك كيجاوبك بواحد المستوى اللي هابط. انا نوريكم كيفاش باش ما نكونوش هيك كنتساهموا بدون دليل. ما يمكنش. انا دابا شويه ندخل نقول لكم كل شيء ان شاء الله. وفيما يخص التواصل كذلك تواصل سيء للغايه. هذا هو عندهم السيد اللي كيجاوب في الواتساب هذاك مكلف غير بشحن الرصيد. هذاك الصراحه انا ما شفت منه غير خير، يعني واخا هو ما عنده حتى علاقه بهذا، لان الدعم الفني بوحده هادشي اللي فهمت منه انا، هو هذاك غير كيشحن لك الرصيد وصافي، ومع ذلك مسكين كيتواصل وكذا. هذاك الله عمر هضر شكون ما كان. هذه شهاده لله. انا نقول اللي كاين يعني كما نقولوا كحال كحال بيض بيض. اوكي نبداو بشكل عملي باش تفهم المشكل اللي وقع لي معهم. انا هي مشاكل ولكن هذا اخر مشكل، من خلاله غنذكر حتى على الامور الاخرى. ندخلوا باش تفهموا. فذاك الدعم الفني او طلب تعويض، هذا المشكل اللي كان وقع معاهم. بلا 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 نمشيو باش نديتايلو اكثر وباش نكون شي، نحاول ما يكونش الفيديو طويل باش كل شيء يفهم وصافي. اخر مشكل كان وقع لي معاهم على حساب المتابعين ديال الفيسبوك، ما وصلونيش وشرحنا لهم بلي ديتاي. فحال اللي كيقولوا قد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. طيب أعطيتهم الرقم ديال الطلب، طبيعة الحال نورمال كيطلبوا لك رقم الطلب لأن عندي طلبات بزاف، يعني أعطيتو رقم الطلب اللي فيه مشكل. فهذه النتيجة هنايا شرحت له كل شيء قبل، قال لك أسيدي الطلب مكتمل بدون أي نقص، يرجى مشاهدة عداد البدء والعداد الحالي، شكرا. هنايا أنا كنشرح له أكثر، انا هضرت معاه بشكل عادي وشرحت له بما يكفي، ما فهمش هنا يعني بحال اللي كنقولوا بدينا نشرحوا بالخشيبات، لان بان لي الدعم ناقص. وباش عرفت وتاكد اكثر من خلال الرد ديالو هذا اللونجاج ديالو. المهم صديقي لم يصلني اي متابع جديد عن اي طلب مكتمل تتحدث. خدمة متابعي الفيسبوك عندكم سيئة للغاية لأنها لا تشتغل، المرجو إرجاع مبلغ الخدمة الغير المنجزة تماما إلى آخره. بلا بلا بلا، هاي يمكن الخوت تكمل القراية ديالها ما عليهمش باش يرد عليا. هو رقم الطلب زعما عمل لي كنعرفو صديقي، هذا الرد ديالو ديال الدعم. صديقي هذا الطلب مكتمل، تم التأكد من جديد، لربما نتحدث عن تتحدث عن طلب اخر. صديقي تاكد من فضلك. طيب ردي عليه قلت له عن اي طلب مكتمل تتحدث. خدمه متابع الفيسبوك عندكم سيئه للغايه لانها لا تشتغل، المرجو ارجاع مبلغ الخدمه الغير المنجزه تماما ومراجعه سيرفرات خدمه متابع الفيسبوك. علاش قلت له رجعوا السيرفرات؟ لان ديجا كان وقع لي معهم مشكل في هذا في المشاهده ديال اليوتيوب، ورجعوا وعوضوني ملي تاكدوا. صارت لهم ليانات ديال لي فيديو، قلت لهم شوفوا كادو تاكدوا، يعني حتى هي ما خدامش للامانه. الاشتراكات ديال اليوتيوب خدامين عنده تيستيتو. اللي كاين كنقولوا، لكن غنقولوا واشهد الله اني صادق في كل ما اقول عن تجربه، ما كنهضرش ان يعني
سمعت على الموقع. لا لا لا، كنهضر لك على التجربه ديالي والحساب ديالي معاهم. انا فتحوا من نوع عمل فيديو، قلنا الشراكات ديال اليوتيوب خدامين مزيانين، بيرو مشاهدات ما فيه مشكل. متابعين ديال الفيسبوك فيهم مشكل. هذا واحد منهم، هذا المشكل اللي وقع لي. اخر مشكل مع ديال المتابعين ما وصلني حتى واحد. انا نشرحكم لي ديتا. المتابعين ديال الانستغرام خدامين مزيان، بيرو ماشي دائما كيكون ناقص بعض المراري. هذيك عادي، هذيك كاتبينها تما ومديطاي الامور، هذيك ماشي مشكل، ولكن كيوصلوا. يعني الانستغرام ترى الخدمه ديالو مزيانه. شنو اخر اللي جربت؟ انا كنهضر على لي سيرفيس اللي جربت. المهم نكملوا هذا بديك الساعه، لقيت شي حاجه نذكروا فيها. انا شرحت لكل شيء، ما كاين والو، لان ما وصلني والو. هاي الا مثلا المتابع، وقد شرحت لكم الامر بالتفصيل المهمل. المرجو ارجاع تم الخدمه الغير مجازه المقتطعه وشكرا. قال لك ارسل رقم الطالب. ها صارت له رقم الطالب ديجا عنده هو اصلا. ها هو رقم الطالب صارت له عنده، كيعرف وبده كيصرف. هذا عاي جاوبني عاود نفس صديقي، هذا ديال السيبور ديال الفيتافولو موقع هذا. صديقي الطلب مكتمل ولا يواجه اي نقص. عدد البدء 6800، وفعلا باش كان فيها 6800، وانت طلبت 1000. فعلا طلبت 1000. شوف شنو يقول لك: الان لديك اكثر من هذا العدد وبزياده. ونكلخ، راه راسلتك وقلت لك 3 ايام ما وصلني والو، وانا عندي صفحات فيسبوكيه اخرى وباقي لي منها. فايه قمت بالدمج اللي من 3 ايام ما وصل لي والو، دمجت صفحه ديال الفيسبوك فيها اكثر من 3000 مع الباج اللي صارتكم. فصبح العدد شحال؟ 10000. انا هنا باش نتفاهموا الخط مزيان. انا جاوبت هنا: مرحبا صديقي. غادي نقراها كامله لان مهمه. انا الرد بحال اللي كنقولوا: الشافي الكافي اذا كان عنده العقل وكيفهم. وهاد الناس هادو والله ما معاهم حتى المنطق. مرحبا صديقي، لما فشلت كل محاولة إرسال المتابعين لصفحة من طرفكم، قمت بدمج صفحتين لي مع الصفحة الرسمية الخاصة بي حتى أتعدى 10000 متابع. لأن الخوت كما كتعرفوا يعني الفيسبوك كيطلب أن تفوت 10000 إلا بغيتي تفعل خاصية الربح. ما علينا، وكما يعني تعلم من شروط الفيسبوك لتحقيق الدخل أن يكون عدد متابعين في الحد ما هو يعني أكثر من كما قلنا أكثر من 10000 متابع، مع أمور أخرى طبعا. نجح الأمر والحمد لله معي، لكنني خسرت صفحتين كنت في الدور الاشتغال عليهما، وهذا أمر يخصني ولا يعنيكم. يعني الصفحات اللي دمجتهم ديالي ماشي شغلكم بالعربية، هي كنشرح له هو حيت مكلخ باش يفهم. هل تحتاج لمعلومات أخرى أو لديك استفسار آخر تود معرفته حول هذا الأمر وخا ما عنده تعلق؟ يعني كنجاوبه بأدب وبكل احترام وبكل وضوح، بس للأسف المرجو تعويض عن هذه الخدمة التي لم تنجز، فأنا بكل صراحة مصدوم فعلا. والله إلا صدموني السيبور، أنا صاحبي يكون عندي في هذا النيفو هذاك في سيت بحال هيدا شوية محترم، والله أخي ما يضرب معايا 24 ساعة تشكوا منه الناس ولا نشوف ما خدامش. ما نكذبش عليك أخي، ما هذا 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 يسيئن هذا الموقع، يخرج عليهم هذا أو لا هادي، الله أعلم. ما علينا، المرفوع تعويضي عن هذه الخدمة التي لم تنجز، فأنا بكل صراحة مصدوم من بعض ردودكم الغير مفهومة. أنا عندي طيّل هنا، هنا نبداو بالخشيبات. لأنه وببساطة إذا كان قد وصلني، اسمع المكلخ إذا كنت كتشوف هذا الفيديو، كانوا شحال عندي 6800 في الباج. إذا كنت سردت يا أخي 1000 سترجع 7800، ماشي أكثر من 10000 المكلخ. لان يعني اصلا انت حتى في الانستغرام وانا خدمت بها ما كيوصل لك حتى حاجه زايده، بالعكس كيوصل النقص. اذا وصلت حاجه زايده كيوصل لك 14 21 متابع اذا وصل. ما علينا، تم اقتطاع مبلغ الخدمه التي لم تنجز، ومع ذلك كتب امامها انها مكتمله دون ان يصلني يا صديقي اي متابع. فلتعلم يا اخي الكريم انه من المفروض والمنطقي ان يكون عدد المتابعين على الصفحه هو، أنا كان دي طيب، هو 7800 إذا كانوا وصلوا لك 1000 اللي طلبت، وليس أكثر من 10000 متابع. ما خصنيش نستعمل شي كلمة يعني، والله إلا يعني دي الأدب تقول له حمار، والله إلا الظلم الحمار، حمار بعدا كيأدي وظيفة خلق الله عز وجل. إلا كيوسط قال كيعمل بزاف ديال الأمور. ف
فإذا عملت مقارنة عند الظلم الأحمر، فكنعتذر من الأحمر، ما نقدرش نشبه به لأن الأحمر أحسن. والله العظيم يعني بكل صراحة، المرجو أن ترتقوا بخدماتكم حتى نكمل معكم المشوار. أتمنى أن تكون الصورة الآن قد اتضحت لك أخي الكريم. أخي يعني بلغة الغالبة أخي أو أختي، ما علينا، ما عرفتش شكون كيجاوب، لأن مرة كتطلع إيمان مرة ما عرفتش مني، ما علينا. أقسم بالله، شوف 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 النيفو، شوف دابا غنبقاو نحلفوا ونقسموا بالله عز وجل على حساب 2 دولار وشي حاجة، وهذه هذه هي المصيبة كحلها. دابا حنا حلفنا له، أنا محسن نية، ما عرف مسكين ولا مسكينة ما كتعرفش، أقسم بالله أنه لم يصلني أي متابع من طرفكم، شكرا، لأنه والله ما وصلني، والله ما وصلني شي واحد، شي هدف واحد ما وصلنيش. ما علينا، شفنا يقول لك، شوف النيفو زاد يهبط النيفو، شوف ده. بالنسبة للعدد الزائد، الزائد، يا سلام، لربما صفحتك اللغة العربية، أمضي لا إله إلا الله، صافي. والله بالنسبة للعدد الزائد لربما صفحتك، شوف لربما، أنا كان تاليقين وكيقول لي لربما صفحتك أعجب بها الناس، وهذا أمر بديهي، فأساس إنشاء صفحتك هو هذا الأمر، فأين المشكل بالضبط صديق؟ والله عيب الله، دابا هذا هذه والله العظيم، هذه بعدا قريتها قسما بالله، إذا بديت كنموت من الضحك. دابا هذا فيك كتهضر له في الشرق كيجاوبك في الغرب، ودابا هذا صدر معاه. ما عرفتش واش ما كانش كيكتب انشاء ابتدائي، والله ما نعرف، والله ما عرفت اخي شنو نقولها. ومرفوع عليك، كتبلوكك يا صاحبي، كتبلوك لك العقل ديالك، فهمتي، كتوقف لك المخ يخضعك. ما الحبيبه، شوف دابا انا هبطوا النيفو شويه، لان ما عندك، خاطب الناس على قدر عقولهم. دابا علاش غتقول له باش تعاود تهضر معاه باللغه الراقيه اللي كتبتي له بها؟ ما كيفهمش ولا ما كتفهمش. شوف قلت له خاي، واش باغي تركب فيا السكر ولا شنو؟ واش قريتي شنو كتبت لك ولا لا؟ راه ديك المتابع اللي تزادوا راه من دمج صفحات الى بلا 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 المعروفه، يعني وشرحنا لها سر داخل واتساب، نشرح لك اكثر الى ما سيغتيش، وراجع قرا لي. المهم حتى الحلف وحلفنا لك بالله على 2.23 USDT يا صاحبي، غنكذب عليك. عرفتي شكون كاين؟ انا قلت له عرفتي شنو كاين؟ نيفو طايح والله، صافي ما بقيت باغي والو اشري. قول لي انا فعلا يا صاحبي، ما شوف غيرد عليك، مرحبا، الطلب مكتمل بدون اي نقص، يرجى مشاهده عدد البدء والعدد الحالي. بالنسبه للطلب على الموقع فانها ايدي، والله العظيم ودي ودي ودي، مصيبه صعب. دابا انا كل مره اش من اذن هنا، ما علينا، انا صافي سالينا، قلت لهم والله لازلت معكم ضربه الى ما تعوضش، لان اخي شوف انا عندي هذه قاعده في حياتي، وراه ماشي هذا، تبارك الله، عشنا ما يكفي سنوات ديال الخبره في الحياه، ماشي عاد، ماشي عندنا 20 سنه ولا ما كنقللش من عنده 20 سنه، ولكن كنقول لك زعما ماشي صغار، انا قلت لعب معنا، قل ماشي الوقت تنجاوبك والله العظيم في هذه الساعه، في الايام هذه، ولا دائما الخدمه ديالنا عندنا الامور ديالنا. نيفو طايح، نيفو طايح، انا كتشرح له بخش شيبات، هو كي ثم والله لازلت معكم ضربة إلى ما تعودش، للأسف مستوى متدني للغاية، ودعم يحتاج للدعم فعلا. أنا ما عرفتش كيفاش هذا عامل ولا هادي عامل خدامة في الدار، والله ما عرفت، ما لعد الساعة، ولكن هو صار للأمانة هو أو هي لا يلام ولا تلام، صاحب الموقع، صاحب موقع فيتافولو، اسمع الشريف، شكون ما كنتي ما كنعرفكش، راه يخرجوا عليك، راه السيبور ديالك اللي حطهم خدامين معاك يخرجوا عليك، راه نيفو طايح، باستثناء السيد اللي كيجاوب ديك شحال، هذاك السيد محترم، تعاملت معاه ملي كنت باقي في تركيا، وهذا زعما لا 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 ملي كنت باقي في تركيا شحال من امور ما كنتش كتنجز، والله ما كنت كنرد له بال، ولا كنراسل لهم على حسابي يعوضوني، حيت ما كنت تسمى باقي ما ماشي مستقر، ما كنتش كندير في هذا الشيء. عقلي انا دابا في الامارات بخير مرتاح وهذا، وضبطت امور الحمد لله، فكنرد بال من اي صغيره وكبيره بحال اللي كنقولوا. ما علينا، صافي عملت له نقطه، ما بنا صدر مع الحيط، الحيط ما نعرف الحيط، وراه كي فهمتي، الا كان بيت خاوي كيرجع الصدى، ولا هضرتي ما كنتي في شي جبل كتسمع، هذا ما هذا ما كي هذا والو، هذا انا قلت لك لا حياه لمن تنادي والو، صافي فصل الخطاب، قلت له ما غنعاودش نعمر حسابي، تهلاو نقطه فين، صافي نقطه نهايه يعني. نورمال، حيت هذه شفاره، هذه سرقه، هذه سرقه بشكل مباشر، ما يمكنش غادي نزيد نشحن انا، واش انا حماق؟
شوف شوف اخر رد عندهم، شوف هذا عاود اللي ضحكني عاود، ضحكت المره الاولى وهذه المره الاخرى اللي ضحكت هنا. قال لك اهلا وسهلا، هذه الخدمه انتهت مده الضمان الخاص بها كما هو مذكور بعنوان او وصف الخدمه، فللاسف لا يمكن التعويض بهذه الحاله، يمكنك الطلب مجددا باي وقت، شكرا لتفاهمك. كما سرقت جوج دولار فاصله شي حاجه، او لا سرقت 0.001 USD تي، راه تقدر تدي حتى 1000 2000 دولار، 10000 دولار تقدر تدي. انا خدم لعباد الله ولي سيرفيس ما خدامينش وما نتعوضش، ما يمكنش. هذه معادله ما كتخرجش، ما كتخرجش، واحد زائد واحد جوج ماشي ثلاثه، ما يمكنش. بالتالي فالتجربة توقفت هنا، لان السيبور ناقص، الدعم ناقص، مستوى نازل، نيفو نازل بزاف، وبالتالي ما يمكنش. باختصار هذه هذا التقييم ديال انفيتا فولو. تبارك الله عليكم اخوتي، مثل الفيديو باش بنادم ما يتزرفش. اذا كنت تيستي موقع تكون عارف شنو كاين، كنت عاد غتيستاه تيستاه اخر، ولكن رد البال. انا كنقول عمل هذا الفيديو وما قصد به، لن ادي هذا السيت لا والو، اقسم بالله العلي العظيم، عاودت على التجربه ديالي كما هي بدون زياده ولا نقصان، هادشي اللي كاين. تبارك الله عليكم، انا طولت شي كثار، هادشي اللي كاين. صافي، كانت عندي واحد بقى واحد 7 ولا 8 دولار، صافي ساليتها بالزربة دغيا، بس صافي سالينا معاهم، لان ما يستحقوش الصراحة. على حساب دابا ما عندي تقريبا والو. على الخوت تبارك الله عليكم، والله يوفق الجميع، ولا يخدم بهذا الموقع، هذه مساوئ ديالو، رد بال بزاف، هادشي اللي كاين. تبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.